الفيصلي والهلال منذ انطلاقة المواجهة الأولى في الرابع من نوفمبر من عام 2006 على هذا الملعب. كرة ملعوبة، محاولة موجودة، تلعب، خلصت المباراة، خلصت المباراة على طول. والشلهوب، الشلهوب في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة من عمر هذا اللقاء. شلهوبينو، شلهوبينو الذي يتحدث البرتغالية، أقول شلهوبينو على طول في الدقيقة 93. شوف العادة، شوف العادة، لما حطها وين 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 في الزاوية البعيدة من شلهوبينو على طول ثالث أحسن اللاعبين على المستوى الآسيوي.